عثمان إبراهيم جونجو من أفضل لاعبي المنتخب البرتغالي الحقيقة، لعثمان كانو وجونجو وعايز يفوز يفوز وباليمين وخطر والهدف الأول لإسماعيل كودو. إسماعيل كودو يسجل الهدف الأول لمنتخب بوركينا فاسو، اتعملت حلوة أوي من عثمان كانو وحطها لإسماعيل كودو الغير مراقب على الإطلاق عشان يسجل في الدقيقة العاشرة الهدف الأول للمنتخب البرتغالي. اتعملت من عثمان كانو اتفنن غير مرادة دخل جوه المنطقة، أدي ثلاثة من مدافعي منتخب مصر ثلاثة مش مرادين، والشاطر على يمين نادر السيد عشان يتقدم منتخب بوركينا 1-0 بهدف اسماعيل كودو اتحط حلو قوي في الزاوية البعيدة على يمين نادر السيد وتصبح النتيجة 1-0 اسماعيل كودو في الدقيقة العاشرة من اللقاء. واحد بوركينا لا شيء مصر، حسام عبد المنعم، احمد حسن، احمد حسن واخد ضربة حرة مباشرة على ممر المجموعة الرابعة مجموعة المغربيات بس ما بين نيجيريا والمغرب والكونغو وتونس على حسب ترتيبهم. ادي كرة طويلة جوه منطقة جزاء منتخب مصر، يكرمه وفات ومكمل والهدف الثاني عثماني كانو فات يسجل الهدف الثاني لمنتخب بوركينا. لا مش ممكن الحقيقة، ايوه جت في ايده صحيح لكن الحكم شاف انها غير متعمدة. الدقيقة 24 عثماني كانو يسجل الهدف الثاني لمرمى نادر السيد وبغض غريبة حتى الآن بوركينا 2 ادي الكورة جت في ايده ما بقاش تعمد توصل وتتشاط على يمين نادر او وتبقى الهدف الثاني لمنتخب بوركينا بس. يبقى الدقيقة 24 الهدف الثاني لبوركينا ادي الكورة نادر الانفراد وحطها ونادر كمل تدريب وما يقدرش يعمل حاجة. 2 بوركينا لا شيء منتخب مصر مش ممكن الحقيقة، يعني مفاجأة غريبة حتى الآن. كانوا وكان رقم 10 جندي متعالج ومنتخب مصر لم يستغل الهواء في الجزاء ومماضي ونادر السيد حطها حلو قوي مفيش احلى من كده، لكن لسه فيها خطوره وبيضغط على طول احمد حسن وتخبط المره دي في ايده، ايوه خبطت لكن ما بقاش تعمد نفس الهدف بتاع بوركينا فاسو خبطت وما كانش بقاش تعمد. واسماعيل كودو وكانوا شوط وضربه مرمى لمنتخب مصر، عمل الضربه الحره حلوه قوي المقص اليمين من جنبه اهي اتعملت حلو ونادر اراها احلى واتردت واستمرت الخطوره واخيرا الدفاع منتخب مصر. مجالة الرقابة غائبة في دفاع المنتخب الوطني المصري حتى الآن. يا عبد الستار حط لمحمد عمارة بالشمال وده اللعب الصح، محمد عمارة واحدة والتانية جوه المنطقة عمارة ولعب العرضية وحلو والهدف الأول هدف لمنتخب مصر. ده صح كده اللعب اللي بسرعة واللعب الصحيح وتتحط لعمارة ناحية الشمال عشان يلعب العرضية وأحمد صلاح حسني يسجل أول هدف بتاريخه مع منتخب مصر الأول في الدقيقة 30. 2-1 أحمد صلاح حسني هدف في الدقيقة 30 من الكرة اللي اتعملت حلوة أوي ما بين حسام وحازم ومحمد عمارة ولاعب عمارة لأحمد صلاح حسني اللي مكمل صح أوي على القائم البعيد يسجل هدف في الدقيقة 30 لمنتخب مصر عشان تصبح النتيجة 2-1. لازم يزيد منتخب مصر من هجماته شوية، ما عندوش حاجة يخسرها لأن منتخب مصر ضمن التأهل والصعود للدور الثاني، لكن شكله كان وحش قوي في ال 25 دقيقة الأولى. محمد عمارة لحازم إمام ورا لأحمد حسن، لابد يكون في تمركز كويس في نص الملعب عشان يقدر منتخب مصر يبدأ هجمات ويقدر يهدد العرضية. السيد عبد الحفيظ مميز فيها جدا ويلعبها السيد عبد الحفيظ يا هاني رمزي وتكسر ويكمل معاه محمد عمارة ولما عمارة وبيعترض على بنالتين لمنتخب مصر، بنالتي لمنتخب مصر كمل محمد عمارة ولما بقول لحضراتكم بيعترض وضربة جزاء صحيحة 100% لمنتخب مصر. محمد عمارة كمل مع الكورة وخدها قطعها على طول المدافع بإيده، هنشوفها حضراتكم مرة ثانية. أدي عمارة وخدها فعلا براد يامنجيني للحكم الجبوري، ضربة جزاء صحيحة. لا
لمنتخب مصر في الدقيقة 73 من اللقاء، والمواجهة بين حسام حسن وعبد الله سلامة تراوي حارس مرمى المنتخب الكيني وحسام حسن، وعايز يشوف حسام، ودخل حسام ويحطها يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا حسام حسن، حطها بعقل وخبرة وذكاء وجمال ومتعة على المنتراوري عشان مصر تتعادل اثنين. هيعيدها 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 منجيني مصدقنا يا راجل مصدقنا انها دخلت منجيني هيعيدها حاطط حلو قوي من حسام حسن، لكن منجيني لرأي تاني حسام حسن مرة تانية ومواجهة مرة تانية ما بين حسام وتراوري. معلش الله حسام بس كده بيبقى صعب قوي على فكرة على المهاجم، عاد عشان لعيبة مصر دخلوا منطقة الجزاء قبل ما تتشاف، وعمل تغيير طلع سبعة اسماعيل خوذي ونزل رقم اثنين خوذي الغوي تغيير هجومي خوذي تلاقي المكان اسماعيل خوذي والضربة وحسام، ومرة ثانية وحطها حسام المرة دي على شماله حسام حسن يرفع رصيد أهدافه الدولي إلى 40 هدف دولي حسام حسن، وعشر أهداف إفريقية حسام حسن، وهدف التعادل لمنتخب مصر. حسام حسن اللي بيشارك في البطولة الإفريقية بدأ 86 كاحتياطي في البطولة الإفريقية اللي كانت في القاهرة ولعب مباراة واحدة قدام السنغال، ثم عام 88 شارك في المغرب و 90 و 92 و 4 90 ابتعد 92 شارك 94 96 ابتعد، وعاد 98 يسجل اول اهدافه الافريقيه في هذه البطوله سبع اهداف، والنهارده بيسجل هدفه الثالث في هذه البطوله وهدفه العاشر في مسيرته الافريقيه، وتساوى مع بارتنس نجم جنوب افريقيا ومتصدر قائمه الهدافين حسام حسن 10 اهداف، يقترب من رصيد حسن الشاذلي النجم المصري والرقم المسجل باسمه 12 هدف لحسن الشاذلي، لكن حسام حسن بيقترب تماما من هذا الرصيد، واثنين مصر اثنين بوركينا، كل ده بيزيدك ثقه للقاءات القادمه والمباريات الهامه. سيد عبد الحفيظ بعت مشاكل حيويه، محمد رمزي تاخر عمل شكل كويس في الناحيه الدفاعيه، حسام عبد المنعم تماسك مهاره حازم امام في الوقت المناسب، خبره حسام حسن في تسجيل الهدف الثاني من ضربه الجزاء، وادي الضربه الركنيه لمنتخب مصر وسيد عبد الحفيظ بتتحط، والهدف الثالث الجميل والممتع والرائع، وهاني رمزي يحتفل بمباراته رقم 100 بهدف، ولا اجمل ولا احلى ولا اروع ولا امتع من كده يا هاني يا رمزي. لا 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 الشوط الثاني جميل والاداء جميله، هاي الضربه الركنيه من سيد عبد الحفيظ بالتخصص، وادي هاني رمزي يحافظها الراجل ويحط رجله يسجل الهدف الثالث لمنتخب مصر. 45 دقيقة ممتعة ولاد كرة قدم حقيقية، وإصرار مصري غير عادي، إصرار عربي غير عادي، وهدف جميل 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 لهاني رمزي بكل مجهوده. مرة ثانية حسام حسن وعلى ميله ورا السيد عبد الحفيظ، طيب يستهلك وقت ويرجع ورا خالص لهاني رمزي، هاني رمزي لحسام عبد المنعم، وثقة في أداء المنتخب المصري وطارق السعيد. ما شاء الله يا ولاد كان فين الكلام ده من الشوط الأول، لكن يبدو إن هم عايزين تبقى المباراة فيها متعة فيها إثارة فيها جمال، والمباراة دي تخش تحت بند أحلى مباراة البطولة. قبل المباراة دي كانت نيجيريا وتونس، وما زالت الحقيقة نيجيريا وتونس من أحلى مباريات البطولة، ومباراة غانا كنت بتغير بالقلب، واليوم مصر وبوركينا وسيد عبد الحفيظ وشوطة وشوطة عبد الحليم بقى وعبد الحليم بقى عبد الحليم علي مش عبد الحليم حافظ عبد الحليم علي يغني ويغرد ويسجل الهدف الرابع لمنتخب مصر. ابكي ماشي، افرح ماشي، عيط ماشي، لكن الجول الرابع لمنتخب مصر عبد الحليم علي. برافو 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 يا سيد عبد الحفيظ، وبرافو برافو برافو عبد الحليم علي، وبرافو برافو برافو يا جمال يا زيني، لازم ندي الحق لاصحابنا.
ايه يطلع منه ويقال المهرب عبد الحليم علي يحطها المره دي بشماله في السباك عشان تتقدم مصر في الدقيقه كام بقى؟ الدقيقه 90 ومحمود الخواجه بيقول لهم خلاص المباراه انتهت بهدف جميل لعبد الحليم علي في الدقيقه 90 من اللقاء وثلاث دقائق في الوقت بدل الضيع. والله يا عبد الحكيم يا سلماني